سلطة الفتوش. الشكل روعة والطعام يجنن. ولعمل الفتوش راح نحتاج خس مفروم خشن، بقدونس مفروم، خيار مقطع إلى أنصاف، بصل أخضر مقطع إلى قطع صغيرة، فلفل أخضر مفروم ناعم، فجل مفروم حلقات، طماطم، وهنا استخدمت الطماطم الكرزية. راح نقلب المزيج مع بعض إلى أن تمتزج المكونات كليتها. بعدها راح ننتقل للتتبيلة. عندي ربع كوب من زيت الزيتون، راح أضيف عليه 3 ملاعق من دبس الرمان. أي خل موجود عندكم، استخدمت هنا ملعقتين من خل البلسمك، نعناع مجفف ملعقة كبيرة، وليمون فريش حوالي 3 ملاعق، رشة ملح، وراح أخلط المزيج مع بعض. مباشرة أضيفها على السلطة وأقلب حتى تمتزج كليتها وتتغلف بالتتبيلة. وقت التقديم نقلتها إلى صحن آخر للتقديم، ضفت عليها رمان، نعناع فريش، وهنا استخدمت التوست المحمص كإضافة، إضافة إلى الخبز العربي اللي حمصته بالقلاية الهوائية بقليل من زيت الزيتون، وتقدم بهذا الشكل. أتمنى عجبتكم الوصفة وأتمنى تسووها. شكرا جزيلا لمتابعتكم، وأشوفكم في فيديوهات قادمة.